محفوظة من النقاء والصفاء وتوافق الأفكار. شاي الغراسي طبيعي 100% يأتيكم من أفضل المزارع في العالم. شاي الغراسي، تذوق طعم الأصالة. نشرتنا الاقتصادية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نستهلها بأبرز العناوين. المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت تعتزم رفع الطاقة الإنتاجية لمصنعي إسمنت عمران وباجل لما يقارب 3 ملايين طن سنويا بحلول عام 2012. وأسواق الأسهم الخليجية تسجل انخفاضا حادا اليوم، وسوق دبي أكبر الخاسرين. أهلا بكم. ناقش اجتماع عقد اليوم في محافظة الضالع برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة محمد غالب العتابي، ناقش مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري للعام الماضي وأسباب العجز في تحصيل الإيرادات واتخذ إزائها الإجراءات اللازمة. وأقر الاجتماع الذي ضم أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي ومدراء العموم بها ورؤساء لجان التخطيط والمالية، كما قرر تفعيل قرار المجلس المحلي الخاص بفتح فروع للمكاتب الإيرادية في المديريات لرفع مستوى التحصيل وتحسين أداء عمل هذه المكاتب. وأقر تكليف الهيئات الإدارية في المديريات بإجراء عملية مسح وحصر شامل للأوعية الإيرادية على مستوى كل مديرية ووضع التصورات والحلول والمعالجات لرفع عملية التحصيل. أقر الاجتماع المنعقد اليوم بمحافظة تعز برئاسة وكيل المحافظة عبد الله أحمد أمير، وضم مسؤولي مكتب التجارة والصناعة والمواصفات والمقاييس وملاك الأفران ووكلاء شركة الغاز، أقر تشكيل لجنة من مكتب الصناعة والتجارة ومكتب المواصفات والمقاييس للإشراف المباشر على محطات تعبئة الغاز والتأكد من أوزان أنبوبة الغاز وأسعار وأوزان رغيف الخبز في الأفران. وأشار الوكيل إلى أنه سيتم توجيه مذكرات لمستوردي مادتي القمح والدقيق بمراجعة أسعارها وتثبيتها وفقا لتراجع قيمة الدولار، كما سيتم توجيه مذكرات رسمية لمالكي محطات الغاز بالتقيد بأسعار أنبوبة الغاز وعلى أن لا يقل وزن المادة الغازية عن 12 كيلو في كل أنبوبة. تعتزم المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت رفع الطاقة الإنتاجية لمصنعي أسمنت عمران وباجل إلى 2,750,000 طن سنويا بحلول 2012. جاء ذلك خلال ندوة تسويقية لمنتج الأسمنت، الندوة كرم فيها الموزعون المبرزون لمنتجات مصنع أسمنت عمران خلال عام 2010. نتابع التفاصيل. التسويق وأهميته في ندوة نظمت اليوم بمصنع إسمنت عمران. الندوة تناولت أهمية رسم استراتيجيات السوق بناء على دراسة السوق وعلى المنافسة التي وجدت لتتنامى في ظل دخول القطاع الخاص كمستثمر في هذا القطاع. دور اقتصادي حيوي تلعبه المصانع التابعة للمؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت، ومنها مصنع إسمنت عمران الذي يوظف 1500 عامل كلهم يمنيون. كما ينتج المصنع 1,500,000 طن سنويا ويرفد خزينة الدولة بالمليارات، والتي تنعكس على التنمية إجمالا وعلى تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين. مصنع أسمنت عمران حقق أرباح تتجاوز حوالي 70-80 مليار منذ إنشائه. هذه الأرباح ترفد خزينة الدولة وتنعكس في شكل ضرائب وأرباح، ثم تنعكس في شكل مشاريع خدمية لصالح المواطنين. نشاط مهم في مجال الصناعة هو مجال تصنيع الإسمنت المحلي، والذي نما وتطور لينتج أصنافا ذات جودة طموحها ينمو ليتجاوز الحدود. كنا نستورد بملايين الدولارات إسمنت، الآن إن شاء الله نسطر وبدأنا التصدير. بدأت الشركة الوطنية للإسمنت بدأت التصدير، شحنتين سطرت من اليمن، وهذه نعمة أن احنا نسطر إسمنت بدل أن كنا نستورد. ولأن استمرارية النجاح تستدعي التقدير للمثابرين،
كرمت المؤسسة والمصنع 347 موزعا معتمدا للعام 2010، تكريم اعتبر الموزعين الجزء المكمل لنجاح يتواصل في عامه الثلاثين. إعطاء كل ذي حق حقه وتكريم المبرزين إحدى أهم وسائل الإدارة الناجحة التي تسهم في تعزيز وتوسيع الإنتاج وفي تحقيق قيم اقتصادية مضافة. من مصنع إسمنت عمران، منصور محمد غراب، عمران. إذن وهذه إطلالة سريعة على أسعار بيع وشراء العملات الرئيسة وخامات النفط وبعض المعادن. سجلت أسواق الأسهم الخليجية انخفاضا حادا اليوم، وقالت بورصة دبي هذا التراجع إذ هوى مؤشر دبي 4.3% مسجلا أدنى مستوى في 21 أسبوعا، وفي قطر هوى المؤشر 3% لكنه تعافى عند أدنى مستوى في 8 أسابيع أثناء التداول، وهبط المؤشر العماني 3% بينما خسر المؤشر الكويتي 1.8%، وفقد مؤشر أبو ظبي 3.7%، وتراجع المؤشر السعودي لأدنى مستوى في 3 أشهر في مستهل التداولات اليوم لكنه ارتفع بنسبة 2.6% بعدما انخفض 6.4% الجلسة السابقة متكبدا أكبر خسارة في 8 أشهر. أظهرت الأرقام الصادرة عن بنك الكويت المركزي أن عرض النقد بالمفهوم الواسع وصل نموه في شهر ديسمبر الماضي بنسبة 2% ليصل إلى أكثر من 25 مليار دينار كويتي، في حين ارتفع تمويل الواردات الكويتية في الشهر ذاته بنسبة 15% ليصل إلى 287 مليون دينار مقارنة بنوفمبر الماضي. وقالت النشرة الشهرية لإدارة البحوث الاقتصادية في البنك المركزي إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بلغت حوالي 24 مليار و643 مليون دينار في ديسمبر الماضي، حيث ارتفعت الودائع بالدينار الكويتي بنسبة 1.1% في حين انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 0.3% لتصل إلى 2.118 مليار مليون دينار كويتي. وفي هذا التقرير أكد الصندوق الدولي في مراجعة لتقريره حول التوقعات الاقتصادية العالمية التي نشرت في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا أنه يتوقع أن يصل نمو الاقتصاد العالمي في 2011 إلى نحو 4.4%. في الوقت الذي تشهد فيه بعض الاقتصادات الكبيرة كثير من التقلبات في أسواقها، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في 2011 إلى 4.4% مقابل 4.2% في تقريره السابق الذي أصدره في أكتوبر من العام الماضي، وذلك بفضل تحسن توقعات النمو الأمريكي واستمرار الوضع على حاله في منطقة اليورو، مؤكدا أن الديون الأوروبية لن تؤثر على النمو العالمي ومحذرا من جهة أخرى الدول الناشئة من مخاطر التضخم. توقعات الصندوق بهذا الارتفاع يعود في الدرجة الأولى إلى رفع توقعاته للنمو الأمريكي إلى 3% مقابل 2.3% في الربع الأخير من العام الماضي، مبينا أن